بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم مقبل كل شيء على الحضور. نزلت صور شوية من المقابلة، لكن ذكرت يعني صاروا فترات ونا دوميني، معناتها تحكمنا في الكورة وتحكمنا في المقابلة نوعا ما، خلقنا الفرص وأكثريتها يعني حضرنا باش نضغطوا على المنافس وما نخليهمش يلعبوا كما شفناهم يعني في المقابلات اللي قبل، ونجحنا يعني في الضغط نتاعنا، لانه لمسيه لعبت الكرة التوال، ربحنا البرومي ودوزيام بالون، وغاديك ولينا تحكمنا شويه في المقابله، لكن قعد الكونكريتيزاسيون في البرومييير ميتون كشفت انا ريكوبيري دي بالون القدام شويه في الثلث الهجومي، لكن التمرين الاخرانيه وما كانتش موجوده، ولكن نعرفوا اللي الفريق المنافس يعني خبرة لاعبين يعني في مستوى عالي، لاعبين ينجموا يحظوا الفرق في أي وقت، ذاك علاش معناتها كنا نوعا ما متخوفين، وشفنا يعني في بعض الأداءات كما ذكرت حضرتك يعني الفريق المردية أخلق يعني فرص على الأجناب، خاصة قوتوا على جناب نعيجي على اليمين على اليسار سامحني، والواحد ضد واحد التوزيعات على الاجناب هذاك كانت خطورتهم، يعني حبينا نقلل من الخطورات اكثر ما يمكن، وهذاك اليسار على غالب يعني في اخر مقابله خرج لنا لاعب ايد عبد السلام خلتنا نقبلوا المقابله، تعرف بطبيعه فريق يلعب في بلاده يلعب في ميدانه، ممكن مسيناه شويه يعني خاصه سجل الهدف الاول هذاك خلاه هو ياخذوا يعني بزمم الامور ويرجعوا في المقابله، ضغطوا علينا ضيعنا بعض الوان تو وان في وسط الميدان، وذاك اللي خلى يعني الفريق المنافس ياخذ اكثر ثقه وخلق الفرص، شفتوا يعني دو كوفرون دونجورو شفناه يعني في المقابلة ضد المستير سجلوا هدف نعيجي على كفرون في نفس البلاصة، أنا متخوفين شوية، ولكن بالنسبة لي احنا الحمد لله أنا ديما نقول جو جامي ساتيسفي، مي فرحان برشا بالليفور اللي عملوه ولادنا في دوزيام ميتون، ممكن حتى المويناج نتاعنا 21 مويناج، دونك هذه حاجة ترجع للفريق بلادو واللاعبين الموجودين فيه، وإن شاء الله أنا نخدم على روايح إن شاء الله. أهداف والله سي مراد الأهداف يعني بالنسبة لي نحن ديما ناخذوا بعين الاعتبار ممكن الموسم اللي فات الفريق بلادو كمل يعني في مركز محترم الستة، نحن ديما نعرفوا نكونوا أحسن يعني بينا وبين رواحنا، معناتها نعرفوا اللي نحن نلعبوا في شامبيونات تري كومبيتيتيف، الفرق قصنا يعني أقوى من عامنا، خاصة يعني شفنا يعني اللاعبين اللي جلبوهم الفرق الكل الكبار خلاو يعني ممكن البطولة تزيد تصعب، ولكن نحن دائما نلعبوا على المستوى نتاعنا على الانتظارات نتاعنا، هي لا بيرفورمانس في المقابلات، اش معناتها؟ معناتها مقابلة كيما اليوم ممكن بينا وبين رواحنا كنا ناخذوا 3 نقاط كان عرفنا كيفاش نتصرفوا، لكن كيما قلت لك فريق صغير شباب يعني دائما باش يقوموا بالاخطاء، ولكن الاخطاء هذه تعلموا منها، ان شاء الله من هنا لاخر الموسم نوليو نحكيو على فريق ممكن نحطو روحنا في مركز احسن من الموسم الفات، وعلاش لا نمشيو للاحسن، ولكن كما قلنا يعني خطوه بالنسبه للفريق الشاب هذا خطوه وكل خطوه نراجعوا فيها روحنا ونحسنوا اللي نلقاو روحنا ان شاء الله في مستوى الخير، كما برشا لاعبيه عامه في الفريق يعني عامه بينا من اللاعبين اللي دائما يخدم في مستوى عالي بينه وبين روحه، عقليته يعني احترافيه 100%، لاعب عنده طموحات كما طموحات يعني فريق بلادو، نحب نشوفوا عادل بينا يعني في مستوى عالي، وعلاش لا يعني نشوفوه في منتخب الاكابر، نعرف اللي صعيب ياسر ونعرف اللي مازال يعني المسيره مازال طويله قدامه باش يوصل معناتها للمستوى هذاك، لكن الطموحات عندنا الحق نحلموا يعني بالنسبه لينا كان مجموعه كفريق نشوفوا لاعبين كيما بربينا كيما كاسيس
كما يعني الشبان الصغار شفتوا يعني اليوم دخلنا بوزيني اول ثاني مقابله ليه وبزاره ثاني مقابله يدخل ناخذ ورقه حمراء نلعبوا باقل لاعبين، ولكن هذا كله يعطيه الخبره ويعطيه يعني الامكانيات باش ان شاء الله لاعب كبير في مستوى عالي ان شاء الله. شفنا اسلام عبد القادر زاد هم كلهم عندهم يعني لعبات عندهم مهارات وان شاء الله بتربي. معناتها انا شخصيا كمدرب نحاول باش نحسن في المستوى نتاع اللاعبين هذوما، نحسن في العقليه نتاعهم ونشوفوهم ان شاء الله بتربي يلعبوا لبارادو، وعلاش لا الجزائر في مستوى عالي كما شفنا لاعبين اخرين يعني في خاصه خارج من بارادو.